مرحبا، أنا وجدي أبو ثياب، مؤلف موسيقي لبناني، وأنا هنا اليوم لمشاركتكم تجربتي كموسيقي وكمؤسس وقائد لأوركسترا المخيم، وهي أوركسترا تم تأسيسها عام 2018 في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور في لبنان. ومنذ بداية المشروع كان إيماننا كبيرا بقدرة الموسيقى على التغيير والتأثير في الأطفال والمراهقين، وخلال 3 أعوام تخطى مشروع الأوركسترا كونه مشروع تعليم أو نشاط إضافي مرة أسبوعيا، فأصبحت الأوركسترا عائلة كبيرة ومكان تخلق فيه الصداقات وتتجسد فيه القيم الأخلاقية والاجتماعية ومهارات التواصل السليم. مع تعلمهم للموسيقى وانضمامهم للأوركسترا والانخراط في نشاطاتها، لاحظنا كيف تحول سلوك الموسيقيين الأطفال والمراهقين من سلوك عدائي اكتسبوه منذ صغرهم من طبيعة العيش في ظروف المخيم الصعبة، إلى سلوك مسالم من طباع حاد وصوت مرتفع إلى طباع هادئة وصوت يتناسب مع الموقف. لاحظنا كيف انعكس الانضباط في تمارين الأوركسترا الأسبوعية تنظيما في حياتهم الشخصية، واحترام وقت الآخرين ضمن المجموعة دقة في مواعيدهم، وكيف أن استماعهم لتعدد الأصوات وفهمهم لتعدد مهام أقسام الأوركسترا ساعدهم على الانفتاح على آراء وأفكار جديدة وفهم أهمية العمل الجماعي وقوته، وكيف أن اهتمامهم بآلاتهم ودعمهم لبعضهم البعض كمجموعة وتريات مثلا انعكس اهتماما ببعضهم البعض كأشخاص وازدياد حرصهم على المحافظة على ممتلكاتهم وصداقتهم في آن. عبر 3 سنوات رأينا مجتمع صغير يضم أعضاء الأوركسترا وأهليهم يتحول إلى مجتمع أفضل، مجتمع يقدر الفن ويحترم ثقافات الشعوب المختلفة ويعطي الفرد حقه ويحترم أحلامه ويساعد بعضه البعض على تجاوز المحن، مجتمع يحترم الوقت ويدرك أن العمل الجاد والدؤوب هو الطريق الأسرع لتحقيق الأهداف. لاحظنا التحول من 34 ستاند نوتة مكسور، 22 آلة محطمة، إصابة بشرية واحدة والكثير من النشاز خلال أول شهرين من المشروع، إلى ستاند نوتة واحد مكسور، آلتين محطمتين، 0 إصابة بشرية والكثير من الموسيقى الواعدة والصداقات الجميلة خلال 2 سنين و10 أشهر متتاليين. من خلال الموسيقى استطعنا ربط الجيل الجديد بتراثه وأرضه وقضيته، واستطعنا خلق مساحة آمنة يمارس فيها الفرد هواياته ويعبر عن نفسه بحرية، وخلق مكان بديل يحمي الأطفال والمراهقين مما يمكن أن يتعرضوا له من تفلت أمني، اجتماعي، ثقافي أو أخلاقي. الموسيقى ليست فقط فنًا سمعيًا، بل هي أرقى الفنون وأفعالها في تغيير المجتمعات ودفعها نحو الرقي والانفتاح ونشر الفن والسلام. شكرًا للمؤتمر العالمي للموسيقى لكل جهوده، عسى أن يصبح العالم أوركسترا واحدة كبيرة يومًا ما.